السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب السادس الإعدادي، وياكم زينب أحمد بطريقكم للمية بالوزاري. كل اللي تحتاجوه حتى تفتهمون هاي المراجعة المركزة المجانية اللي دا أسويها، راح أخلي لها قائمة تشغيل جوه، اللي راح أسوي مراجعة مركزة مجانية من يونت واحد الأخير يونت، نراجع اليونت سوا، مو اليونت واحد، كل اليونتات نراجعهن سوا. زين، شنو اللي راح تحتاجوه بهاي المراجعة؟ تحتاجون تتابعون فيديوهاتي، وكذلك تحتاجون تشترون هاي الملزمة، ملزمة المراجعة المركزة الخاصة بي. ست من نشتريها وشلون نحصلها؟ راح أخلي تفاصيلها بصندوق الوصف. هي مطبعية من دار الأعرجي والمكاتب اللي توفرها، فراح أخليكم إياها تحت التفاصيل بصندوق الوصف وبأول تعليق شلون تحصلوه. كذلك هذا معرف مال التليجرام راح يطلع هنا، إذا حابين إنه تستفسرون من تشترون الملزمة تقدرون تراسلوني على التليجرام، قناتي مال التليجرام هم. زين، فتحتاجون الملزمة وورقة وقلم وفيديوهاتي حتى تقدرون تضمنون إن شاء الله المية بالإنجليزي. نجي هنا قسم التوصيلات، شوف شنو هذا. التوصيلات مثل ما اتفقنا هي عبارة عن سؤال يجيكم بالامتحان الوزاري. شلون راح يجي؟ يجيني سؤال ثلاثة فرع سي، العفو فرع بي. شلون يجي هذا السؤال؟ يجي مثلا يجيب لك هنا 1 2 3 4 5 وقبالها اي بي سي دي، ولازم توصل مثلا 1 ويا 5 2 مثلا 1 ويا A 2 ويا B. انا شوفتكم سؤال، واذا تريدون بس طلعوا بحثوا اسئله وزاريه سادس اعدادي وشوفوا سؤال 3 فرع B. هو هذا هيك يجي كل سنه، انه ينطيكم 1 2 3 4 و A B C D E هيك يعني مثلا، وتجي توصل من تريد تحله، من تكتب الحل مثلا توصل 1 ويا A مثلا، او 1 ويا B او 1 ويا D حسب منو يتناسب ويا منو. انا هنا شو مسويه بالملزمه؟ حالتها مباشره، يعني كل شيء كاتبه الحل مالته قباله، كل شيء كاتبه الحل مالته قباله. يعني مثلا هسه هذا الحل ما تقباله، هذا الحل ما تقباله، بس بالوزاري اكيد يعني انتم لازم ترتبون ذني لهنا ويا ذني لهنا. وانا هسه بدي احاول اشرحها اكثر لان وصلت يونت 5 وياي بالشرح، يعني اللي بعد وياي من يونت 1 لحد هسه انا شوفتكم حتى امثله بدايه الفيديو، يعني هاي المقدمه شوفتكم امثله شلون يجي بالامتحان، بس حاليا راح اكتفي مجرد احكيها شفهيا لان باعتبار انتم لازم وصلين لازم تعرفون هيك الاسئله شلون تجي، لان انا وضحتها اكثر من مره، الاسقاطات شلون تجي، التوصيلات شلون تجي، كل انا وضحته، فهالشيء لازم انتم واضح بالنسبه لكم. تمام، يلا خلينا نكمل. يلا نشوف هذا اول واحد. طبعا مثل ما قلنا انا طبعا راح اقرا وترجمه لكم. A boat that transports، القارب الذي ينقل، people يعني الناس، and goods والبضائع، people يعني الناس، goods يعني البضائع. هو شنو؟ ferry، يعني من اشوف هاي اول وحده اوصلها ويا ferry، اوصلها ويا من؟ اوصلها ويا ferry اللي معناها العباره. ثاني وحده extremely comfortable، مريح جدا، نوصلها ويا luxurious يعني مرهف، يعني حلو، يعني شو مثلا فندق كلش حلو، فندق 5 نجوم، فشو نقول عليه؟ extremely comfortable، مريح للغايه، luxurious فخم. وراها something، شيئا ما، which is wonderful to look at، شيئا ما من الرائع النظر إليه، spectacular هم يعني فخم، إنه شيء فخم. okay something، شيئا ما، special to locality، شيئا خاص بالعامة، شيئا خاص بالنسبة للعامة. شنو يعني speciality؟ يعني خصوصي، يعني صعب أن نلقى شو مثلا، يعني مو كل الناس تحصله، شيء خصوصي speciality. A fine welcome، ترحيب جيد، hospitality، وإحنا العراقيين معروفين بالضيافة، من يجينا خطار، تذكرون من صار خليجي، الخليجي من صار وجونا من كل أنحاء الخليج، شلون هواية ناس من البصرة فتحوا بيوتهم إلهم ورحبوا بيهم، fine welcome، ترحيب رائع، فhospitality، إحنا عندنا يسموها ضيافة، إحنا عندنا الكرم والضيافة، العراقيين إحنا مشهورين بهذا الشيء، فhospitality هي ضيافة. A show performance، عرض أو تقديم. هو display، يعني شنو show performance؟ يعني مثلا الشو يعني مثلا مسلسل تتابعه، performance يعني هاي بالمسرح تطلع لنا، مثلا ان تروح تقعد بالمسرح وتتابعه، display. اذا ذني هن اللي يتوصلون، يعني فتحفظون باعوا كل وحده الحد اللي يساوي، تحفظون ويا من توصلوها. اكو طلاب دائما يعني يقولون انطينا ادله حتى توضح لنا الفكره، هذا السؤال ما بيه ادله، يعني يحتاج وقت تحفظوه. وحتى ذني كلمات يعني ما بيها شيء، يعني هي تحفظوها زين. اروح للتمرين اللي بعده. كالعاده هنا عندي مثلا هاي الكلمه اوصلها ويا هذا، اي تشوفون هاي منها اصغر سهله، وهذا التمرين كتبوا عليه مهم جدا، هذا التمرين كلش مهم.
If you lose this, إذا خسرت هاي, you can't get on an airplane. ما راح تقدر تصعد بالطيارة. إذا خسرت هاي, ما راح تقدر تصعد بالطيارة. Boarding card, تذكرة سفر. يعني واحد من يريد يسافر راح يطلب تذكرة سفر. فإذا خسر هاي التذكرة, مثلاً يابا يجي, يابا ستة, شنو يثبت أنت عندك جواز سفر؟ شنو يثبت أنت مو ما تريد تشرد أو غير شرعي؟ لأن تعرفون هواي ناس مثلاً يسافرون, مثلاً إنه أكو ذول اللي يعبرون شغلات غير قانونية, مثلاً يعني المخدرات وهاي الامور. فمو اي واحد يقدر يسافر بكل سهوله, الا يعني انه هسه شايفين اجراءات السفر, جواز السفر وما ادري شنو كل هالامور. فما راح يقدر يصعد للطياره اذا ما عنده boarding card. boarding card, اذا if you lose this you can't get on an airplane. اذا خسرتها ما راح تقدر تصعد على الطياره. boarding card, boarding card. وراها you can have a winter holiday here. بامكانك الحصول على عطله الشتاء هنا. شو اسمها؟ سكي ريزورتس. بقى راح اشوفكم شكلها. باعوها هاي السكي ريزورت. حلو شكلها. هذا شنو؟ الناس تروح هنا حتى تتونس. احنا ما عندنا اياه, بس هو اسمه سكي ريزورت. فناس تروح حتى تحصل على عطله يعني شتائيه بي, وينتر هوليدي. زين هسه شفتوا السكي ريزورت اللي هو منتجع التزلج. وراها A luxurious place to stay. مكان رائع للبقاء. Luxurious يعني رائع. Place يعني مكان. To stay يعني للبقاء. Five star hotel. فندق خمس نجوم. مكان رائع للبقاء. وراها A place to stay. مكان حتى تبقى بي. Where you cook your own food. تطبخ غدائك الخاص بك أو طعامك الخاص بك. Self-catering apartment. شقة ذاتية للطبخ. إذا مكان تبقى بي حتى تطبخ طعامك الخاص هي self-catering apartment. شقة ذاتية للطبخ. هي شنو هي self-catering apartment؟ شوفوا هاي السيلف كاترينج ابارتمنت, يعني مكان واحد يقدر يطبخ بيه. عندهم بيه طباخ وعندهم كذا, هي تكون مكان نطبخ بيه طعامنا. النقطة اللي بعدها, الفنادق سوف تعطيك هذا إذا كنت رائع ذاهبة إلى يوم كامل بالسفر. Hotels will often give you this if you are going on a full day excursion. الهوتيل يعني الفندق راح يعطيك هذا الشيء إذا أنت رايح اليوم كامل سفر. هو شنو؟ باك لانش. يعني إنه مثلا واحد يحجز ويا فندق, فالفندق يقول له احنا الوجبات مال الطعام علينا, فحتى لو هو طلع من الفندق راح يطوه غدا معلب. يعني وراها this protects you, هذا يحميك. when you are driving or flying, لما تقود او تطير. هو شنو؟ سيت بيلت, حزام الامان. هذا يحميك اذا انت تقود او تطير, هو حزام الامان. نروح للوراء. نروح للوراء. هذا ورد بسؤال الاملاءات. زين ست, وين نلقى سؤال الإملاءات؟ سؤال الإملاءات بالوزاري هو سؤال 3 فرع سي. يجيكم يعني لازم حافظين الإملاء مال ذني. يعني ذني مو بس تحفظون كتوصيل, يعني ذني الفوق حفظوه كتوصيل, يعني أوصل وحدة بوحدة لا تحفظون إملاء. بس هذا لا, هذا حفظوه كإملاء. يعني شنو إملاء؟ يعني حفظوا الإملاء مال كلمات, وحفظوا احتمال مثلا يقول لك انشور يحط لك فراغ, فتحفظ الكلمة كلها تكتبها. مو مثل هذا في ناس يعطيك إياها توصلها, فاهمين؟ فانتوا حتى تفتهمون يعني الكلام اكثر اكيد لازم شايفين الفيديوهات السابقه, واكيد لازم هذا سؤال 3 فرع بي انتوا فاهمين زين. زين ensure, ensure make certain, ensure, ensure make certain. forever, وهي طبعا ترجمه ضمان للتاكد. forever الى الابد. indefinitely الى اجل غير مسمى. time limit, time limit حد زمني. deadline, deadline. about to happen, about to happen على وشك الحدوث. around the corner, around the corner على يعني على الزوايا. taking quickly, taking quickly الاخذ بسرعه. snatched, snatched يعني شلون واحد ايش ياخذ من هذا القلم ايش ياخذ بسرعه, فهي هاي snatched. taking quickly اخذ بسرعه. health, health صحه. well-being, well-being رفاهي. very important, very important جدا مهم. vital, vital يعني جدا. نروح لي بعدها هماتين توصيل. أنا كله توصيل هذا هنا عندي. شوفوا متوصل. فأنا يسأل طبعا هو سؤال وجواب. Have you ever stayed, هل أقمت مرة in a really unusual hotel, في فندق غير عادي حقا. طبعا أكو فنادق كلش غريبة, أكو فنادق تحت البحر, أكو فنادق يعني بالسماء كلش بالطوابق الأخيرة, أكو فنادق شقة كلش صغيرة, أكو فنادق حتى بشكل كبسولة. إذا تريدون بحثوا فنادق الكبسولة في اليابان, ما أدري إذا راح يطلع لكم. دقيقة خليني أشوفكم إياه. هذا فندق الكبسولة باليابان, شوفوا شكله ايش قد حلو. فباعوا انه هذا دي يسأله انه انت ظليت مرة اقمت بفندق غير اعتيادي, يعني شكله مختلف عن الباقيات. فهو هذا السؤال. خلينا نكمل. Have you ever camped on, هل خيمت, شايفين التخييم يعني يحط خيمة ويخيم بهذا المكان. A beach, beach يعني شاطئ, فهل خيمت بالشاطئ. وراها Have you ever flown in, هل طرت. باعوا حتى سكمية سهلة, stayed باقي بالهوتل, camped
خيم بالبيتش اللي هو الشاطئ. فلون طار بالهليكوبتر، الطيران بالهليكوبتر. سايت سينج، هل ذهبت لرؤية معالم المدينة في أوبن توب باس؟ باص مكشوف، يعني باعوا باص، يعني مو هذا الباص العادي، هنا مكشوف من فوق بحيث هاي اللي هنا الناس هيك يوقفون ويباعون، يعني بحيث يباعون على المعالم مال المدينة وهم هيك على الباص، يعني هم بالباص يسموه اوبن توب باص. اذا تريدون بحثوا اوبن توب باص وشوفوا شكله، بحثوا جوجل اوبن توب باص وشوفوا شكله، كلش حلو شكله. Have you ever been cheated؟ هل غشك من قبل a taxi driver؟ يعني شلون احنا نقول قطك، هل انقطيت من قبل سائق تاكسي؟ ممكن تصير، انا مره صارت لي مره. زين اروح لبعد. Have you ever lost your passport while on holiday؟ هل خسرت مره جواز السفر بينما كنت في عطله؟ يعني شلون، يعني مثلا هو مسافر وهو هناك مثلا بغير دوله نسى جواز السفر مالته. وراها what's the best holiday destination you've ever been to؟ ما هي افضل وجهه معه best holiday destination؟ يعني شلون مثلا واحد مسافر لاكثر من مكان فيساله يقول مثلا يا هي احلى وحده رحت لها، have you ever been to، فيها هي احلى وحده رحت لها. وراها what's the strangest food، ما هو اغرب طعام، كلمه strangest يعني اغرب، you ever eaten aboard، شنو اغرب طعام تناولته؟ طبعا هنا كاتبه افضل، هو بالحقيقه مو افضل، اغرب، كلمه strange يعني غريب، ف what's the strangest، ما هو اغرب طعام متناوله انت. زين نروح نشوف هذا السؤال، وهذا السؤال الاخير ليش تتلعب بعد، مو هذا، هذا هو عباره عن شغلات قريناه اوكي وتركزون عليه اكثر لان هذا وزاريات ربط، بس هو كله احنا قاري، فاني دائما وزاريات ربط ما اقراها لان باعتبار احنا يعني قريناها بالتمارين، باقي بس اريدكم انتم تركزون عليه اكثر شيء، وهو موجود هم ترجمته هنا وهذا هنا. المهم هسه خلينا نقرا هذا اخر واحد بعد. We couldn't get a room، لم نستطيع الحصول على غرفه. Because we hadn't booked، لأننا نحجز، طبعا اكو فنادق تشتغل بسياق يعني بالحجز، انه لازم نحجز غرفه يلا نقدر، يعني مو قبل نروح يلا اعطونا غرفه، لا يقول لك احنا بوكت، احنا فولي بوكت، فولي بوكت يعني حجزونا، يعني الناس حجزتنا، خصوصا الفنادق الخمس نجوم، من تروح يقول لك لا يابا احنا محجوز، ما عندنا اي غرفه، ما عندنا اي مكان، فيقول ما حصلنا غرفه لان احنا ما حجزنا. I couldn't board the plane، لم استطع صعود الطائره. Because I had lost my boarding card، لأن ضيعت التذكرة مالتي، فأني ما قدرت أصعد على الطيارة. طبعا ما يصعدون، قلت لكم يعني صعب واحد يصعد وهو ما عنده جواز السفر أو ما عنده فيزا أو ما عنده هالشغلات، ليش؟ لأن أكو ناس تبوق، يعني أكو ناس مثلا تروح بشكل غير شرعي، تنقل شغلات غير قانونية، فأكيد يعني هذا الشيء ضروري أنه ما يصعدوا، فيعتبر هذا الشيء يعني تقصير من الشخص. زين She was nervous on the plane، كانت قلقة أو متوترة بالطيارة. Because she hadn't flown before، لأن ما طائرة قبل، يعني واحد شايفين أول مرة يركب الطيارة صعبة عليه خاف، زين لأن يعني شلون هي شوية تخوف، بس خليها هنا حتى نكمل. The airline يعني شركة الطيران company، airline company شركة الطيران، gave me a new suitcase، انطوني حقيبة جديدة، ليش؟ because mine، لأن مالتي had been damaged on the plane، يعني باع هو أصلا عده suitcase، suitcase هي جلطة مال السفر، بس بالطيارة اتكسرت أو خربت أو ضاعت، فالشركة الطيران تعويضا لها اطتها new suitcase، حقيبة جديدة. أروح وراها. I didn't go on excursion، لم أذهب للنزهة، ليش؟ because I had already been، لأني ذهبت، يعني already been يعني اصلا رحت، يعني رايح قبل، to خور الزبير in بصرة there twice، انا رحت الخور الزبير بالبصرة مرتين، كلمة twice يعني مرتين، فما حصلت النزهة الكاملة لان انا اصلا رحت مرتين. We complained to the manager، اشتكينا للمدير، ليش؟ because our room hadn't been cleaned، لان غرفنا ما نظفناه، ف لان غرفنا يعني ما تنظفت، يعني جينا مثلا رحنا السفره رجعنا لقينا غرفتنا ما تنظفه، فشكينا يابا غرفتنا ليش ما نظفتوها، احنا مدافع لكم فلوس من هالكلام. فوي كومبلايند، كومبلايند يعني اشتكينا، مانجر يعني المدير، فاحنا اشتكينا للمدير لان غرفتنا ما تنظفت. وي كودنت هاير ا كار، ما قدرنا ناجر سياره. because we had left our driving license behind، لان تركنا اجازه او جواز السوق عفناها هناك. I couldn't recognize the place، لم استطع تمييز المكان. Because it had changed so much، يعني تغير هواي، فأنا ما قدرت recognize يعني أتعرف، changed so much يعني تغير هواي. وبقت بس هاي عليكم بعد، انتهت التوصيلات مال يونت 5، شكرا على المتابعة، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، مع السلامة.